وبنى بجوار المسجد النبوي حجرة، غرفة واحدة، هذه الغرفة مترين في ثلاثة أمتار، حجرة لسودة وحجرة لعائشة رضي الله عنها. هذه الحجرة غرفة واحدة، غرفة لخديجة وغرفة لسودة وغرفة لعائشة رضي الله عنهما. ها الغرفة الواحدة مترين في ثلاثة أمتار تقريبا. نعم. Dès qu'on bute de simple brevet, ce qui est un loi, professeur a bute et tout pour comme pour ce qui est pour près de très long pour le mettre. بعد هذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. هل تغيرت هذه الحجرة التي مترين في ثلاثة أمتار بعد أن جاءت الفتوحات والأموال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. نعم. Och jag byggde ett rum till Säger och byggde ett rum till Säger Aisha. Men efter att även det gick om islam, för att som gjorde att man byggde en och fler eller ett större hus till Säger. Lämna inte mig att ha en nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ingen förändrades. Idan ma arad ett dunja alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Idan la bud an yakun atba' an nabi sallallahu alaihi wa sallam hakad alham wal maqsad wal ghaya Herr Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. عندما العدو فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرض أكثر جيش، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقولين لكم فبل صلى الله عليه وسلم فو أنطول تلسلوغاري صنع ليجل مكان هي الأمية دم أمرا ريمد فرم سلوغ. أحد يقول عليه الصلاة والسلام، هذا من شجاعة عليه الصلاة والسلام، أحد يقول بأعلى صوت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. نعم. ماذا كان يقول ستريدا سو ستريك عن أبان فرس أن سو يو أر بروفيت إن لين وكيو أر سون في عبد المطلب. قام النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال كثيرة أكمل عبادة وتقوى هي عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. Den mest gudsfruktiga och den mest som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kommer som själv säga det, att han är mest gudsfruktiga och mest dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. لم يترك عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة منذ أن فرض عليه الصلاة المفروضة الخمس. لم يترك صلاة واحدة منذ أن فرض عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها ولا صلاة واحدة إلا مرة واحدة قدر الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام ووضع من يوقظهم للصلاة وكانوا في الجهاد ويسيرون في آخر الليل، قدر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة إذا نامت عن الصلاة ماذا تصنع؟ مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام في جهاد وساروا آخر الليل ووضع النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بصلاة الفجر وقدر الله سبحانه وتعالى الإنام. Profeten sa att han missade inte en enda bön sen Allah subhanahu wa ta'ala gjorde bönen obligatorisk. Förutom ett undantag, och det var en gång de gjorde jihad. Och profeten sa att han hade aldrig att en föreslagare som skulle väcka dem när det skulle bli dags för bönen. Men hans hade somnade och inte väckte armén och profeten sa att han bad efter skolgången. Det var den enda gången. Men avsikten med detta var att profeten sa att lära ut muslimerna hur de skulle bära åt sig när de skulle missa bönen eller inte få vakna när det är dags för bönen. غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ولم يترك العبادة عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. نعم. الله سبحانه وتعالى في الدور هذا الدور على سيدنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم
men trots detta så dyker det från så att Allah subhanahu wa ta'ala och bad för nätterna så lång tid så att hans fötter började spricka. Han fick sprickor i fötterna för att han stod så mycket och bad till Allah subhanahu wa ta'ala. الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. دوم يعني أنا دوم يعني أنا فضل صلاة الله عليه وسلم. الآن شؤون الدولة نعم. رب تبدأ ينصر. إمامة الناس في الصلاة وخطبة الجمعة. رب هم الإمام مسكين وبيد في الدعوة. كلام قيل وحي. وبيموت في مبارزة. تبليغ الرسالة. الفتوى الجهاد وأمر الجهاد يقوم بشؤون نفسه وبشؤون أهله وبيته عليه الصلاة والسلام كل الأعمال قام بها عليه الصلاة والسلام أتم قيام وضع الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم البركة في وقته عليه الصلاة والسلام نعم الله سبحانه وتعالى يريد أن يقوم بشؤون نفسه وبشؤون أهله وبيته så att han har allt detta. Om det här är mu'minin och vad Allah alaihim, na'am. Våra mödrar, det är vad som står. Naqalu lana sunnat al-Nabi sallam alladhi alladhi kanat fi dakhil bayt alayhi salat wa salam. Våra mödrar har berättat om att sunnan som har ägt rum i profetens sallam. Lam yaktub shay mimma amara Allah subhanahu wa ta'ala bitabligh. نعم أنا أريد الدور ممكن ثم الله سبحانه وتعالى قال جثم من إلى فاض طال الدروس من دروس فلا بد أخوانا أن نعتني بهذه السنة نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونلقنها الأولاد نعم بموت تتابع عن السنة بموت تستدير به وبتدار به في المرابع ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الدين نعم تخص قدس في دورة الدار وكان من عادة أهل مكة أنهم يجعلون الأولاد يرضعوا لكن خارج مكة نعم أوكي بدنتي نسوا يوم مكة وانا بارا الأبوار سنفس كأم مسؤول كان في مكة لماذا؟ لأن مكة يأتيها الناس من الخارج للعمرة وللحج وقد يكون فيها شيء من الأمراض أو الأوبئة. نعم. مكة تكون من في مكة صم جدا عمرة وبيتنا ده. وكم كنت قاعد أبو سنيت سما خويت ما سدى في وقت صوت بونا وقال لهم بس خويت تبونا. وحتى يعني يقوى ويشتد عندما يكون في خارج مكة. نعم. وكنا ما نروح في مكة صور لما نستأكل وما نبدأ كتير. وهذا في فضل نساء قريش لأن كانت المرأة في قريش تجعل من يرضع لها الولد حتى تتفرغ لخدمة الزوج نعم ودنت الغوص أن تضيقون صم فينهم من قريش لأنهم في الدباس وعندهم جواب نبونا في لناسهم في الأمة في ناس في التهم السنمان وتهم المصدر وحتى يتعلم الولد اللغة العربية الفصحى نعم قد يقول البعض كيف يتعلم اللغة العربية الفصحى وهو الآن صغير؟ ينشا ويسمع من منذ الصغر الكلام العربي الفصيح يسمع القرآن يسمع السنة يسمع هذا الكلام فينشا عليه وينشا وناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه نعم och barnen sen de är lite små de hör detta de hör liksom ett fint språk så därför barn så när man hur de bildar barnen kommer de ta emot också information och de växer med det information som de får och här är skälet عند البعث التربية och detta är brister hos vissa familjer när de gör de inte så här med sina barn الأم في بعض الأماكن عندما يبكي الولد كيف تسكت الولد؟ إذا أنا أفهم دروخة أقول فوق ماما ستوكو بروبوان دروخة قد تغني له صح؟ تهزها كذا وتغني أو كذا نعم كان شبه فنية بوانا
فينزع الولد عن سماع الغنى صلى الله عليه وسلم فأبواه موجودان أو نصران مجوسان Olden after listening to music or something. So because for the first time since he was born, on balance, the Christian and the Jew are majus, so on balance. But these people are thinking in the world with things in knowledge, the Arabic language, they read the Quran, they listen to the Sunnah, they think about this. Yes. But the mother put it on a set, and then born at them. De kvar att kritisera med det riktiga fina språket. Så det var ett annat sätt att gå kristen ner på. Tusakitu kanat tusakit om Abdullah bin Zubayr Allah anna tusakit Abdullah takut antal takun ufatalun nabilu hada wahua tifl takut lahu anta takur bapa hada wahua tifl turubi ala hal على سماع كلام طيب نعم عبد الله بن زمير سلامة لا تخان جرو غريب شو سلامة كلنا ما جو صوت كلنا ما بكون في أن يلبى أو أن يدل ما بس لكن ريست ده يمكن إيه مين هم ده كم كم اللي يلبى أنا كم اللي بكسر وغير هذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته وأخذته حريم السعدية حتى يسترضع ويرضع في بني سعد نعم اوك ده كان طول كان ده محمد صلى الله عليه وسلم ده حريم السعديه وده ده كان طول هذا مره ورات من النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب يعني رات اشياء في بركه النبي صلى الله عليه وسلم اخذت ليس في صدرها في ثديها شيء من الحليب مجرد ان وضعت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها دار له الصدر عليه الصلاه والسلام نعم Och hon såg ju mycket märkliga saker där hon blev förvånad över. Men när hon tog hand om profeten sallallahu alaihi wasallam så hade hon ingen nöd i bröstet. Men så fort hon omfamnade profeten sallallahu alaihi wasallam så blev det ingen nöd från hennes bröst. Kanat tarkab ala atan unta al-humar al-himar hamdullah tarkab alaihi wa hadha da'if indama ja'u ila makkah kanat tata'akhkhar وعندما رجعوا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأتان في أول الظهر نعم. لم يرد بين أن أصنع أن هو نرسل صلى الله عليه وسلم قبل أن يتم حكاية الكلام صلى الله عليه وسلم قلت أنا أصنع بابي النبي لا رب سامحه هذا من عندهم تو بروفيسور صلى الله عليه وسلم ورد بوكا سوالي أن كتان أصنع سوالي تفوت ورد في أوبيك حتى الشاة قبضت لبن وأصبحوا هذا البيت في بركة وكان يقول هؤلاء لحليمة رضي الله عنها أخذت مباركة فثقي ويسبي أن الله نزل لك الأمور هذا ولد مبارك نعم عليه الصلاة والسلام Alla insåg snabbt att det här var ett välsignat spädbarn. För att även de få som inte gick och mörka efteråt. Så att det märktes på allting att det blev välsignelse i precis allting i Halimas hus. النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الكل حتى كفار مكة كانوا سموا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام نعم الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يذكر هنا إبن كفار وفي سمعنا صلى الله عليه وسلم فهو يتركد وهم كالا وكان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشد بسرعه نعم ليس كبقيه الاولاد نعم اتفضل هذيك الدعوه من فوق دي وصوره وسن اخذت بلي فوت اصلا فبعد سنتين رجعت به حليمه رضي الله عنها الى ام النبي صلى الله عليه وسلم وما ارادت ان تترك النبي صلى الله عليه وسلم واصرت على اخذ مره اخرى الى بني سعد نعم Efter två år så kom Halima tillbaka och hon vägrade och hon ville få tillbaka på första salen och få honom tillbaka till Halimas hus. Och hassad ba'da hala shaq sadr al-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ja'a Jibril och shaq sadr al-Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraj qalb al-Nabi alaihi salatu wassalam och ghusila qalb al-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'i zamzam. Na'am. Wa ukhrij ma fi hadha al-qalb min ya'ni al-umur allati ya'ni لا يمكن أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
Och det här, efter det här då inträffade den här händelsen där ängel Gabriel ställde sig ner och tog ut profetens hjärta och rengjorde det med zamzamvatten. Så att vissa saker som kan finnas i oss som människor ska inte finnas hos profeten Muhammad sa att man ska vara ren 100%. Och detta inträffade فقامت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعته إلى أمه. حليمة بنت عبيدة بنت هندسان ونمدت البوكة من أمثيل كان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب. ثم بعد هذا مات الجد وماتت الأم وكان في كفالة عمه أبو طالب. نعم. Och farfaren tog hand om honom och sen mamman och när båda två dog så var det Abu Talib som började ta hand om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tijara li Khadija radhiyallahu anha. Indaha kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 25 sana. Kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tijara li Khadija radhiyallahu anha. Na'am, ila ash-sham. Na'am. När profeten sa att den var 25 år gammal så behövde jag profeten göra affärer för Khadija och åkte till Sham för att göra affärer för Khadijas räkning. Och raja al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam min ashkar rabihan alaihi salatu wa sallam bihala al-mal alladhi yutajir bihi li Khadija radiyallahu anha. Fa'indama ra'at Khadija radiyallahu anha hadhihi al-amana wa sidq wa al-akhlaq min al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam طلبت أن تتزوج منه وكانت خديجة رضي الله عنها ذات شرف وكل من كان من أشراف مكة يتطلع للزواج من خديجة رضي الله عنها. نعم. فقد صلى الله عليه وسلم قلت بعض أو قلت لك أن very stupid things أو very bad affair for خديجة سبعين نعم قلت بعض أو قلت بعض أو قلت بعض började Khadija älska då Muhammad och hans pålitlighet och lojalitet och att han är så pass mycket trogen. Så där Khadija gifte sig med profeten och alla andra män som fanns där de ville också gifta sig med Khadija för Khadija hade en väldigt hög status och liksom alla kände till. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وكان له عليه الصلاة والسلام من العمر 25 سنة وكان لها من العمر 40 عام. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من خديجة منها الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة رسول أوركا. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنه. الله فقال صلى الله عليه وسلم من خديجة. إلا إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من ماريا. نعم. فلوتهم إبراهيم صنفت اسمه ماريا. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صنفت اسمه صلى الله عليه وسلم. القاسم وبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وقال له عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. نعم. صنفت القاسم وكذي راسه صنفت اسمه كالرس أبو القاسم. وعبد الله. عبد الله. نعم. هذا الثاني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر مانر. و إبراهيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم على اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم على اسم أبيه إبراهيم عليه لأنه هو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قرش وقرش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. Och det tredje pojken då profetessan gav Ibrahim som namn till och profetessan gick barn till Abdullah och sen Abdelmuttalib och sen det Quraysh och Quraysh går tillbaka till Ismail och Ismail a.s. går tillbaka till Sidna Ibrahim a.s. Ruqayya, Huzayna, Umm Kulthum och Fatim. Ha'ula avlad al-Nabi s.a.s. Na'am. Och Ruqayya, Umm Kulthum, Fatim och Kulman är Kulthus s.a.s. döttrar. Ha'ula كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها والله. نعم. الله دس موسم ينام ده دوق مدان رفن صلاة الله يديم فدوتن فاطمة صدوق سيكس مرة بعد رفن صلاة الله يديم.
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ولم يتسرع عليه. The Prophet sallallahu alaihi wasallam وبشر الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعب فكان الجزاء من جنس العمل. نعم. Allah inan bulduğu bir su Allah subhanahu teala ile de destekle Khadija mi at Allah subhanahu teala yani helas para bize da bunu da ser nonga kuyptum ele nonga medbidan de ele inte bir destan so to some the law on for you then learning it from on liksom förtjänar för det hon gjorde en månad för dem. Awwal man aman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nisa Khadija radhiyallahu anha ونصرت هذا الدين بنفسها ومالها رضي الله عنها. وكون شمل في الإسلام هنا سفر وكان سين في بعد هذا بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها حصل أن مكة الكعبة بيت الله الحرام هذا البيت حصل له شيء من أن جاءت بعض السيول والأجواء وكذلك يعني هدم منه شيء وأراد أهل مكة أن يعيدوا بناء هذا البيت. نعم. وكأن من أفيدنا سوين تفضل utanför gånger lite översvämningar och sånt där som orsakade att Mekka blev lite skadad och folk ville renovera och restaurera dessa skadegörelser. Lakin وهم على ما هم عليه الصلاة والسلام من الكفر قالوا لا يمكن أن ندخل في بناء هذا البيت في بيت الله شيء من الأموال المحرمة التي فيها ربا وكذا. نعم. Men de ville att de som skulle bygga den här delen skulle inte ha blanda in pengar från ränta eller någonting som pengar som har kommit från dåliga affärer eller misstänksamma affärer. فجمعوا الأموال الحلال التي لديهم فوجدوا أن هذه الأموال لا تكفي لبناء الكعبة مع أنهم كانوا أصحاب أموال رحلة الشتاء والصيف. نعم. De började samla pengar och sen när de började räkna så insåg de att de pengar de har samlat räcker inte för att fixa och bygga till hela huset trots att de var rika. فعندما أرادوا بناء البيت قسموا البناء على القبائل كل قبيلة تبني جانب من الجانب. نعم. Och varenda klan fick en andel de skulle betala för att bygga hus. وعندما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود اختلفوا حتى كادوا أن يقتتلوا كل قبيلة تريد أن يكون لها هذا الشرف في وضع الحجر الأسود في مكان. نعم. وكيف تبين يكون رفادي سبل الأصلوف بيك الكلان ستا تبتا ونسرع تستيانا فدهم هلبوا نسبة لكشون سيدة مدبرانجلا فدهم انت كما فلسان بيك الكلان سكولة تبتا فوق ثم اتفقوا أن يحكم أول من يدخل عليه. De kommer överens om att den som kommer in först får avgöra vem skulle få vara stjärna. Och qaddar Allah subhanahu wa ta'ala att kun hadha ad-dakhil huwa an-nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. Hatta yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala lahu makan. Na'am. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav för det här tillfället möjligheten och det blev han som kom in från dörren för att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom en status bland araberna. Fabasat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ووضع عليه حجر وأمر كل قبيلة أن تأخذ من طرف من الأطراف ويرفعوه ثم وضع عليه الصلاة والسلام بيده في مكان هذا فيه شرف ومنقب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا صلى الله عليه وسلم أن توك أو سيت لاج ولا سيت لاج أو كوسن على الأرض مكان وكذا استنى فصار استنى في هذا صار أن صار varje plan får ta dra släpp dra en del av det här plagget och alla får bära fram sånt där. Alla har deltagit och varit med. Och sen Prophet sallallahu alaihi wasallam bar stenen och lade på sin plats. Thumma عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 عام وكان عليه الصلاة والسلام يتحنن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الغار
ينظر ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشارك قريش في هذه الأمور التي يصنعوها من الشركيات، وكان يخرج ويعبد الله سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. När profeten Salsa fyllde 40 år så brukade profeten Salsa tillbringa en hel del i grottan. Han deltog och inte medverkade i arabernas ritualer och deras dyrkan för de här statyerna, utan profeten Salsa hade samma religion som Ibrahim a.s. hade. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال